اهلا بحضراتكم مره تانية. احنا دلوقتي بنحاول نرسم تصور كيف يمكن للعلاج بالخلايا الجذعيه ان يكون بديلا امنا لعدد كبير جدا من المشكلات، يعني ممكن يكون هو البديل مثلا لزراعه الاعضاء. دي حاجه وارده جدا مع تطور هذا العلم، ممكن يشكل حصار وتضييق على امراض مزمنه كثيرة وكانت بلا أمل في الشفاء، زي مثلا مرض سرطان الدم، زي المحاولات اللي بتبذل لعلاج مرض السكر وخاصة في مجال الأطفال. يعني في إصابات عديدة وهائلة بمرض السكر في مصر وفي عدد كبير من بلدان العالم، ولكن بلا أمل وبلا حل، وفي النهاية بيتم التعايش مع هذا المرض. العلاج بالخلايا الجذعية الحقيقة هو عملية مستمرة، يعني ما لا يدعي العلماء أنهم وصلوا إلى سقف النتائج في هذا العلاج، ولكن بالتأكيد في مراحل، واللي بدأت مصر تهتم بيها جدا دلوقتي عبر عدد كبير من الأطباء. واحنا عرضنا امبارح تقرير عن أول بنك للخلايا الجذعية، في أمل جديد لعدد كبير من الناس. عايزين نفهمه احنا واقفين فين وإيه اللي بيحصل في مصر وإزاي ممكن نصل إلى نتيجة وفي قد إيه. ده السؤال، ده بالظبط السؤال. احنا في مصر فين من العالم؟ في بلاد متقدمة جدا في موضوع الخلايا الجذعية والعلاج بيها. احنا في مصر ممكن نعمل ايه؟ اهتمام الحكومة بهذا الموضوع ايه؟ واهتمام الاطباء في مصر بايه؟ بس لازم يبقى فيه اكيد نوع من الشراكة او التخطيط بين الحكومة وكل اطباء مصر. فعايزين نعرف ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. معانا النهاردة دكتور علاء الدين اسماعيل، أستاذ جراحة الكبد في جامعة عين شمس، ومعانا دكتور هشام عيسى رئيس أول بنك للخلايا الجذعية. أهلا بيك يا دكتور علاء. دكتور هشام أهلا بيك. هنشوف تقرير الأول وبعدين نبتدي الحديث. بعد ما تم الوصول لكيفية استخلاص الخلايا الجذعية، وبعد ما توصلت الأبحاث العلمية لاكتشاف قدرة الخلايا دي على العلاج، بدأ العلماء في تطوير الاستفادة من الخلايا الجديدة اللي بقت عبارة عن موضة وثورة علمية في القطاع الصحي حول العالم كله. اكتشفوا ان الخلايا دي لو اتحطت بطريقة معينة وتعالجت بطريقة معينة ممكن تتحول اللي انا عايزه. ادت انظمة بعض الدول التصريح باستخدام العلاج الجديد لاكثر من 70 مرض بيواجهوا البشرية. بيستعملوها في امراض الكلى وامراض الكبد وامراض الجهاز العصبي، يعني والتكسير الدم. فما اصبحش حاجة مرتبطة بعضو واحد، اصبح ان دي شيء يستعمل في تجديد الخلايا في أي عضو من الأعضاء الأساسية في الجسم. بيتم استخلاص الخلايا دي من الحبل السري وزرعها في الأعضاء التالفة للمرضى، وبتقوم الخلايا الجذعية بإعادة بناء خلايا جديدة بدلا من اللي أصابها الضرر. الخلايا الجذعية دي عبارة عن خلايا ما تحورتش، لم تتحور بعد. هو الجسم أصلا بتبقى فيه خلايا مبدئية أساسية، زي مثلا الأول ما بيتكون الجنين بيبقى خلية واحدة، دي خلية لم تتحور، بتتقسم تبقى خليتين، وبعدين الخليتين بيبقوا أربعة، والأربعة بيبقوا 16، وهلم جرة. وبعد ما بيوصلوا لمرحلة معينة من النضوج بيبتدوا يتحوروا إلى ثلاث سكك، سكة الجلد وما هو حوله، وسكة تانية سكة العضلات، وفي سكة تالتة سكة الأعضاء الداخلية. بتعتبر الخلايا الجذعية علاج مناسب للمرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء. بيوقف ملايين المرضى المصريين على قوائم انتظار عمليات زراعة الكبد والكلى برغم تكلفتها العالية والمشاكل المرتبطة بيها وتأخر الإقرار النهائي لقانون نقل الأعضاء البشرية. فهل هتكون الخلايا الجذعية طريق سريع لإنقاذ الملايين دي من الموت نتيجة الفشل الكلوي والكبدي؟ لابد من الخلايا الجذعية، عشان النهاردة مرجعش أعمل زراعة أعضاء وبعدين أفوجئ بأننا في احتياج للخلايا الجذعية لأجل التطوير، والخلايا الجذعية تديني الأعضاء، فلا بد من اضافتها للقانون الجديد، وان شاء الله تنضاف، وانا مش شايف فيه رفض من اي حد من الاعضاء. تعرف ان الدم الموجود في الحبل السري بعد الولاده بيحتوي على خلايا مهمه جدا لازم تحفظها خلال خمس دقائق من الولاده. ومع اقامه اول بنك للخلايا الجذعيه في مصر بتكون الفرصه سامحه لتامين حياه صحيه افضل للاطفال وحديث الولاده اذا احتفظ ابائهم بالحبل السري في بنك الخلايا الجذعيه. ولكن هل هتنتشر الثورة العلاجية بالخلايا الجذعية في مصر الفترة اللي جاية؟ وهتكون بديل أقل تكلفة وضرر
من عمليات زراعة الأعضاء، ولا هتظهر آراء ترفض استخدام الخلايا الجديدة في العلاج لسبب أو لآخر؟ الحقيقة التقرير طبعا فيه معلومات مهمة جدا، بس هنكملها مع الدكتور علاء. دكتور، يمكن المصطلح جديد، يعني الخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية برضو مش عدد كبير من الناس يقدر يفهم يعني ايه الخلايا الجذعية وتعمل لنا ايه. فلو حضرتك تشرح لنا يعني ايه علاج بالخلايا الجذعية وتعالج امراض ايه بالتحديد. هي في البداية نعرف ايه هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية او خلية الام او خلية المنشأ هي دي الخلية اللي ربنا خلقنا منها، ودي موجودة في جسم الانسان منذ خلق، تمام. لكن هو العلم والتكنولوجيا الحديثة اللي هي اتاحت لنا ان احنا نستعملها وكيفية استعمالها، تمام. دي نقطة. اذا الخلايا الجذعية موجودة في جسم الانسان، موجودة في الدم، موجودة في النخاع العظمي، موجودة في بعض الاعضاء اللي هي زي الكبد، زي الطحال، زي المخ، زي القلب، فيها بعض الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي تتميز بحاجتين، قدرتها على التكاثر بشكل لا نهائي، والقدرة الثانية هو التحور. يبقى عندها وظيفتين، ودي الوظيفتين اللي خلقهم بيهم ربنا، تتكاثر وتتحور. وتتحور. طيب ايه بقى دورها؟ يتعلم بيهم ايه بقى؟ طالما ان هي موجودة في جسم الانسان، طب ايه بقى دور العلم في الموضوع ده كله؟ الخلايا الجذعية اللي موجودة في جسم الانسان هي اللي بتقوم بتجديد خلايا جسم الانسان. الانسان بينمو وبيكبر، والخلايا دي هي المسؤولة عن هذا. دي حاجة. الحاجة التانية، الانسان لو اصيب باي مرض وحصل تدمير لاي عضو من اعضاء جسم الانسان، الخلايا الجذعية دي هي القادرة على انها تجدد هذا العضو. لكن احيانا بيبقى التدمير اكتر من قدرة هذه الخلايا على انها تجدد العضو مرة تانية. ده بقى الدور اللي قام بيه العلم، ان هو بدأ يستخلص هذه الخلايا ويكتر عددها عشان يدي للانسان اللي عنده اصابة في عضو ما في جسمه عدد اكتر من الخلايا، تمام، علشان يبقى قادر على اصلاح الخلايا اللي حصل. طيب قد نديله الخلايا دي بصورتها زي ما هي، او ممكن في المعمل نحورها الى خلية شبيهة بالعضو اللي احنا عايزين. زي ايه العضو يعني؟ مثلا كبد، يعني أو القلب. ممكن، ودي الحاجة الوحيدة اللي منظمة الصحة والزراعة الامريكية بتبيح التعامل مع امراض القلب بالخلايا الجذعية، ودي بقت ستاندرد يعني. انما بقيت الزرع الوحيد والقلب يعني القلب. يعني لو كبد، لو كلى، لو دي كلها تحت ابحاث، يعني ما نقدرش ان هي بقت اسلوب علاجي اقدر اخلي اي واحد يستعمله، لا لا خالص. ودي لازم تبقى واضحه قدام كل الساده المشاهدين ان احنا ما زلنا في طور الابحاث، لان في بعض المشاكل قد لا نراها الان وممكن قد تحدث بعد فتره اطول، فالابحاث لازم تاخد فتره وزمن طويل عشان نشوف المضاعفات اللي قد تحدث من استعمال هذه الخلايا. كويس. يعني لغايه دلوقتي يا دكتور القلب هو اللي ممكن يتم استخدام الخلايا الجذعيه معاه؟ بالظبط. ايه تاني؟ لا، لغايه دلوقتي اللي هي الحاجات اللي متعرفه طبعا امراض الدم، اللوكيميز، ودي من قبل كده من زمان. دي, 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 دي اول حاجه استعملت فيها الخلايا الجذعيه، ودي طبعا اثبتت نجاح كبير جدا، ودي برضو علاج متعرف عليه، وده طيب بيستعمل. ده عشان القلب واللوكيميا في ابحاثهم انتهت وتم اعتمادهم. لكن دكتور هشام، حضرتك انشات اول بنك تقريبا للخلايا الجذعيه في مصر، والحقيقه ان الامل من الدراسات اللي يعني بتطلع من بره ان يمكن يكون في فرصه لعلاج عدد اكبر من الامراض. أكيد. نظريا لو نجحت هذه الابحاث ممكن حصار قد ايه من الامراض؟ بص حضرتك، احنا سنه 86 كان يمكن هما 3 أو 4 امراض دم هما اللي بيتم علاجهم بالخلايا الجذعية. النهاردة منظمة الصحة العالمية اقرت 88 مرض، معظمهم هما امراض سرطان الدم والغدد الليمفاوية وفشل النخاع، يعني كلهم بيحوموا حوالين زراعة النخاع ومؤخرا القلب زي ما دكتور علاء قال. في فلوس بتتصرف كتير جدا على السكر وابتدوا يحققوا نتائج لا بأس بها. في فلوس كتير بتصرف جدا على شلل الرعاش والالزهايمر والاعصاب وحوادث الطرق. فاحنا كانت حتى الفكره ان احنا نعمل هذا البنك
ان الحبل السري ده بيترمي تلقائيا، الست بتولد بيترمي الحبل السري. والعلم كله اكتشف ان الحبل السري يحتوي على اغنى كمية خلايا جذعية ممكنة في يعني ده اغنى مصدر في العالم. تمام. وانقى مصدر في العالم. لانه لم يتعرض الى اي ملوثات. يعني يمكن لما اجي اخد خلايا جذعية مني النهاردة واشيلها، ودي بنوك موجودة بتلت تبقى موجودة في العالم، خلايا جذعية بتاعتي تعرضت لملوثات كتيرة على مدار ال 30 ولا 40 سنة اللي فاتوا. خلايا الجذعية اللي في الحبل السري نقية جدا كثيرة جدا، وللأسف كانت بتترمي. فاحنا قررنا ان احنا نعمل هذا البنك عشان خطة لحماية الاجيال اللي جاية بقى. كل الولادة اللي بتتولد يتشلها الحبل السري بتاعها، نحتفظ بالخلايا الجذعية اللي فيها، بحيث انه لو لا قدر الله جاله مرض من الامراض المتعارف بيها في الوقت الحالي زي سرطان الدم اللي بيكلف تقريبا ربع مليون جنيه او نص مليون جنيه لعلاجه، ان وجد له خلايا جذعية. اذا فهمت كويس يا دكتور هشام، يعني معنى كده انه اي طفل او اي انسان هيتولد هيبقى محفوظ له الخلايا الجذعية بتاعت الحبل السوري بتاعه، فيتم علاجه عن طريقها ولا يعني هي البنك ده انشئ ده بنك خاص. وكانت الفكرة كلها الاول ان احنا ندخل القانون البلد. فلما خاطبنا وزارة الصحة قلنا لهم احنا عايزين نعمل بنك خلايا جذعية، ما كانش في اي قواعد اصلا لانشاء اي بنك. يعني الوزارة هتراقب على ايه؟ هي مش عارفة تراقب على ايه. تم تشكيل لجنة معانا وعملنا خطة او تقرير كامل كيف يتم فتح بنك خلايا جذعية. اقروا القانون وجم عينوا البنك وقالوا اوكي يبقى اي بنك يتفتح يبقى بهذه المواصفات. فدي في حد ذاتها خطوة كبيرة جدا، لان احنا فتحنا مجال لاي حد عنده النية انه يعمل بنك القانون بقى موجود. لا لو انا فهمت كويس، مش عارف اذا كان ما تقصد كده ولا لا، بس يعني هل تعالج الجنين اللي اتولد ده بس ولا ممكن تستخدم اقول لحضرتك حالات تانية مش كده؟ احنا عشان احنا بنك خاص، فاحنا القوانين بتحكمنا انه الخلايا دي هتعالج الطفل ده واسرته من الدرجة الاولى. اوكي. لان انا ليس لي الحق في التصرف بيها. في امريكا وفي اوروبا في نوعين من البنوك، البنوك الخاصة ودي زي بنكنا بالظبط، والبنوك العامة. الدولة بتصرف فلوس، انشأت بنوك عامة بتشيل بالستة سبعة مليون خلية جذعية لستة سبعة مليون مولود، وعندهم داتا بيز بهذه الخلايا الجذعية، فأي بني آدم في المجتمع جاله سرطان في الدم يعود إلى هذا البنك وياخد المتوافقة معاه. هنا في مصر لسه البنك العام لم ينشأ. احنا لسه بنتكلم في زراعة الأعضاء. لا والله هما بالعكس، يعني اقرار القانون لو حد ذاته دي مش لما يقر اقرار القانون بتاع خلايا جذعية ده في حد ذاته خطوة كبيرة جدا. يعني قانون البنك تقصد بالظبط. طب هل البنك لغاية دلوقتي بيجمع بس الحبل السري ولا كمان خلايا جذعية؟ الخلايا الجذعية اللي من الحبل السري للأطفال، ودي كانت أول خطوة. يمكن في المستقبل نبتدي نشيل من الكبار اللي لسه اصحاء وعايزين يشيلوا خلاياهم الجذعيه كمان ضمان ليهم. يعني ممكن حد سنه 20 30 سنه يجي لما يقر هذا القانون برضه يقول انا عايز اشيل خلايا جذعيه ليا، لا يجي لي سرطان في الدم قدام او يجي لي سكر في المستقبل او يجي لي مرض وده في القلب. مسموح دلوقتي؟ لسه مش مسموح. اللي حاليا الحاجه الوحيده اللي مسموحه في مصر هي الحبل السوري. الحبل السوري. طب بقالكم قد ايه دكتور هشام البنك بقى؟ بقالنا دلوقتي تقريبا 9 اشهر. وهل تم استخدام او تم علاج اي شخص عن طريق الخلايا الجذعيه الموجوده في البنك ولا لسه؟ لحد دلوقتي لسه. الحمد لله. مش عايزين حد يعيا. دكتور